كتعرفي ان مدينه مكناس لم تستفيد من برنامج النظره الاشرافيه لتاهيل المدن في افق 2018 اللي هو النسخه المعدله ديالها هو برنامج التنميه الحضريه بحال اللي كاين في اكادير. فبرنامج او النظره الاشرافيه اللي عطاتنا مراكش الحاضره المتجدده، عطاتنا الحسيمة منارات المتوسط، عطاتنا طنجه الكبرى، عطاتنا مدينه الرباط يعني عاصمه الانوار، يعني مجموعه المدن يعني كان لها السبق في هذه النظره الاشرافيه واللي كانت فيها مبالغ كبيره، كاينه 3000 مليار اللي كاينه في الدار البيضاء، كاين مثلا في مراكش راه علينا 2000 1600 وشي حاجه. فهذو هما المبالغ اللي تحتاجهم مدينه مكناس. حنا نمشيو يعني نقولوا 980 مثلا بحال مثلا ديال الحسيمه، يعني هاد المبلغ هذا غادي نصاوبوا به الطرقات ونصاوبوا به المساحات الخضراء وغادي نجددوا به الاسطول ديال المواصلات العموميه ونديروا به المحطه الطرقيه والمحطه ديال القطار ونديروا به المسرح الكبير ونديروا به الملعب الكبير ونديروا به مجموعه ديال القناطير ومجموعه الحوايج اللي كتخلينا يعني تولي مدينه مكناس مدينه حديثه مدينه ذكيه، يعني وبموازاه مع التثمين ديال البرنامج او برنامج تثمين المدينه العتيقه اللي كيأهل التراث. فحنا لحد الان عندنا يلا برنامج ديال تثمين التراث المادي، ولكن البرنامج ديال التنميه الحضريه الحقيقي اللي يخلي ان المدينه تعرف واحد الاقلاع كبيره حضاريه وجوده الحياه بها وتكون بها زون اندستريال وتكون فيها يعني واحد الحركه كبيره، هو هذا البرنامج ديال التنميه الحضريه. فكذلك الربط المدينه بلوتوروت الى مدينه سيدي قاسم وقنيطره، يعني كاين مجموعه ديال الحوايج تحسين الولوجيات والمداخل ديال المدينه، كذلك يعني مجموعه ديال مرافق القرب. فهادو اشياء اللي كتوقف عليهم التنميه في مدينه مكناس واللي تخلي ان المدينه هي تكون بحال هاد المدن اللي هي الان كاينه في المغرب اللي استفادت من هاد البرامج الملكيه. وهنا يمكننا نقولوا اننا كنتساواو حتى في تنزيل النموذج ديال التنموي الجديد. فلا يعقل انه نقدروا نحطوا حنا نموذج تنموي جديد في مدينه مكناس وهي ما استفدتش من النظره الاشرافيه اللي سبقنا فيها مدن اخرى. فكتلاحظ بانه حتى يعني في هذا التنزيل هذا فشويه كنلقاو مدن سبقنا يعني بواحد 10 سنين او 12 سنه ديال التهيئه الحضاريه وديال المشاريع الكبرى، وحنا كنقولوا النموذج التنموي في مدينه مكناس وحنا ما استفدناش بعدا ديجا من هذه النظره الاشرافيه. فيعني كما تنقولوا اللي خاص الان في مدينه مكناس هو هذه البرامج ديال التنميه الحضريه بحال كاين في اكادير واللي سيدنا الله ينصرو يعني انعم به على مجموعه من المدن، وهذا هو اللي حنا الان سنطمحوا له. نعم كساكنه وكمحبين للسته العاليه بالله وكرعايه يعني الاوفياء والخدام ديال العرش، فحنا كنطمحوا على ان مدينه مكناس كذلك تستفد من برنامج التنميه الحضريه المشروع الملكي الكبير وبالعطف المولوي، وعلى انه ان شاء الله شي زياره ميمونه تسدل رداء العز والوقار على هذه المدينه. فالنداء ديال الساكنه ديال مكناس نتمنى على انهم يستوعبوا يعني الرهانات الكبرى ديال مدينه مكناس سواء في القانونيه او المتعلقه بالمجال الحضاري او بالاحزاب او بالمجتمع المدني او بالقطاع الخاص او حتى يعني بعض التفاصيل الدقيقه اللي كتوقف عليها التنميه ديال مدينه مكناس، ويديروا يد في يد ويحاولوا يعني يخلقوا انشطه اللي هي مهمه اللي نقدروا نديروا فيها ديانوستيك للمدينه، ويكون كنا يعني كنطمحوا للصالح العام ديال مدينه مكناس باش ترجع البريق ديالها وترجع الامجاد ديالها التاريخيه، خصوصا في الفتره اللي كانت يعني عاصمه للمملكه اللي هي في القرن السابع عشر، واللي على اساس حنا الان يعني كنشموا ريحه التاريخ وكنعيشوا ذاك العبق، ولاني دائما نطلق على المستقبل، وهذه الاطلاله لابد لها من شرفه او من نافذه هي نافذه تنزيل النموذج التنموي الجديد، ولكن بعد استفادتها من برنامج النظره الاشرافيه او برنامج التنميه الحضاريه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.